النموذج الفيزيستي اللي هو الماتيريال اللي هو الاي اللي هو نيوتن على المتر سكوير مضروب في 10 اس 9 من ناحية الديماند والدبليو سي والسيليكون اكسيد الالومنيوم، كل واحدة عندها موديل فيزيستي خاص بها تطلع قيمة او تطلع قيمة الريابيليتي والتفنس. وتلاحظ في هذا الكيرف علاقة بين التفنس والريابيليتي، بين الدكتايل والفليكشن، بين ستريس وسترين، بين الفراكشن ستفنس والكي في والجي، وين الدكتايل والبريتل للمعضل نفسه. الريابيليتي تأثير مباشر في اللونج ليمنت، بأما في الكيرف حيكون في حالة ستريت أو في حالة الريابيليتي المنطقية كما تلاحظ في الكيرف هدايا للمعدن. قيمة الريابيليتي والقيمة المذكورة هنا في المنحى الأفقي يمثل اللونج ليمنت، والمنحى الرأسي يمثل الدكتايل أو بث المعدن، اللي هي الريابيليتي عندنا لو سترينث والهاي سترينث.